أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الذكرى الثانية لتحرير شبوة من ميليشيا الانقلاب الحوثي. قال محمد صالح بن عدي محافظ محافظة شبوة إن مدرعات إماراتية استخدمت في الهجوم على المحافظة في أغسطس الماضي، مهددا بأن القوات الحكومية سترد بحزم على عملية الاغتيالات وتفجير أنابيب النفط ونشر الفوضى. أضاف بن عدي في كلمة له في مهرجان الذكرى الثانية لتحرير بيحان من ميليشيا الحوثي، أضاف أن هناك أطرافا عملت على إفشال كل جهد يسعى لتثبيت الاستقرار في المحافظة، في إشارة إلى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما الذي تغير في شبوة بعد عامين من التحرير؟ وما مستقبل المحافظة في ظل محاولات المجلس الانتقالي السيطرة عليها؟ نتابع التقرير ثم نبدأ النقاش. قبل عامين كانت رايات النصر تنصب على رمال هذه الأراضي المفتوحة بعد معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي. مثل النصر تتويجا خاصا لجنود الجيش الوطني، فمديرية بيحان استعصت عليهم لثلاثة أعوام حين استبسل الحوثيون لبقاء المديرية تحت سيطرتهم، ولذا فإن المناسبة لم تكن تمر على محافظة شبوة دون الاحتفاء بها، خاصة أنها بدأت تتحسن حياتها من جديد مع تعيين محمد بن عديو محافظا لها، الرجل الذي بدأ مهامه بإطاحة مراكز النفوذ والفساد وتنصيب موظفين وفق معيار الكفاءة والنزاهة. ارتفعت الطموحات لبن عديو مع وضع يده على العلة التي نخرت البلاد ومنعت وقوفها من جديد، وعلى الفور وجه باستئناف إنتاج النفط والغاز من محافظته النفطية، غير أن الأمر لم يرق للإمارات التي تمددت هناك عبر المجلس الانتقالي الجنوبي. وواجهنا تعنت أطراف عملوا على إفشال كل جهد وإعاقة كل تحرك ووضعوا العراقيل في الطريق. كررنا خطابنا لهم بأن شبوة تسعنا وتسعهم، كونوا على قدر المسؤولية والتحدي. طرقنا أبوابهم، استمعنا لكل أقوالهم واستجبنا لكل شروطهم حتى أوصلهم الطيش إلى رفع السلاح في وجه إخوانهم. صعدت الإمارات بصورة أكبر ضد المحافظ، وفي أغسطس الماضي كانت قوات النخبة الشبوانية المدعومة منها تشعل النيران في محيط مدينة عتق مركز المحافظة. هاجموا عاصمة المحافظة بجيوش ضخمة من المدرعات الإماراتية التي كان أبطال الجيش الذين خاضوا معركة تحرير بيحان في أمس الحاجة لبعضها دون جدوى. وأمام هذا الوضع لم يكن أمامنا من خيار غير الدفاع عن الدولة، فتحقق لأبناء شبوة نصر جديد. صدت القوات الحكومية هجوم الانتقال، وخلال مدة وجيزة بسطت سيطرتها على كل المحافظة عدا معسكر العلم ومنشأة بلحاف الغازية، الموقعين اللذين لا يزالان بيد القوات الإماراتية. مد المحافظ يده إلى كل المكونات في شبوة في تأكيد على ألا يقصى أي طرف في محاولة لاستعادة المحافظة كل حقوقها وتصدير النفط والغاز، غير أن ذلك يبقى تحديا يمكن تحقيقه ما لم يكن للإمارات والانتقالي الجنوبي رأي آخر. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من عدن الصحفي عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب، إذن بعد عامين من تحريرها من ميليشيا الحوثي، ما الذي تغير في شبوة برأيك؟ بداية التحية لك ولمشاهدي القناة. يحسب بمحافظة شبوة أنها أهدت اليمنيين يعني آخر وأهم الانتصارات في مديريات بيحان وعسيلان والعين، وأهدت اليمنيين كذلك الانتصار الآخر بكسر المشروع الانقلابي الجديد الذي حاول أن يتمدد من عدن باتجاه المحافظات الشرقية. اليوم نحن نقف بعد عامين من هذا الانتصار، تكاد اليوم شبوة تمثل واجهة الجمهورية، واجهة مشروع اليمن الاتحادي الكبير. اليوم تخوض شبوة ويقف محافظها محمد صالح بن عدي على رأس هذه الانتصارات، تخوض ملحمة الوطن، ملحمة الحكومة الشرعية، ملحمة استعادة الدولة
وسط جملة من التحديات والمخاطر والمعوقات التي يعني تأتيها من كل مكان، وتقف دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس هذه التحديات والإعاقات وأدواتها في المجلس الانتقالي والحزام الأمني والنخبة الشبوانية. بعد عامين اليوم نستطيع أن نقول اليوم أن شبوة وصلت إلى مرحلة الاستقرار أو مرحلة الاستعصاء، بحيث لا يمكن بعد اليوم أن ينال من شبوة سواء مشروع الانفصال، مشروع التقسيم والتجزئة، أو مشروع الانقلاب الحوثي الذي طردته شبوة إلى ما بعد محافظة البيضاء. بالتالي اليوم هي تخوض معركة التنمية، وتحاول شبوة أن تقدم نموذجا جديدا رغم يعني ما الذي حققته سيد الهدياني؟ يعني حتى نكون واضحين، ما الذي حققته شبوة بعد أن يعني تم إخراج قوات المجلس الانتقالي من المحافظة؟ شبوة اليوم كما أعلن اليوم محافظ المحافظة أنها الآن بصدد يعني تصدير النفط والغاز عبر ميناء النشيمة، بعد أن استحالت عبر ميناء بلحاف الذي تتواجد فيه ولا زالت القوات الإماراتية حتى اليوم. طبعا لا يمكن أن تغرد شبوة بمفردها بعيدا عن الوضع، تكون يعني حالة فريدة، هي جزء من هذا الوضع. اليمن تتعافى بتعافيه ومشكلات اليمن تنعكس عليها، ولكنها نقطة بيضاء وباب أمل يعني يلوح لليمنيين أنه متى موجود الاستقرار ومتى ما توحدت الإرادة بين الحكومة الشرعية، بين الرئاسة والسلطات المحلية، بين الجيش الوطني، ووجد اليوم قيادة موحدة تستطيع المحافظات أن تنطلق نحو التنمية ونحو الاستقرار وتطبيع الحياة. طيب برأيك يعني ما الذي أو ما هي الأسباب التي جعلت شبوة إن صح التعبير تتفوق أو تتجاوز مشروعي الحوثي والانتقالي إن صح التعبير؟ طبعا شبوة باعتبارها يعني متعافية شيئا ما من مشروع الانفصال. أبناء شبوة هم وحدويون، شبوة هي نقطة تواصل بين المحافظات الجنوبية وبين الشرق عبر مأرب، يعني هذه المحافظة هي نقطة تواصل، وبالتالي اكتسبت يعني هذه الميزة، يعني استطاعت بتلاحم شعبي وسلطات محلية والجيش الوطني تصنع هذا الانتصار وأن تنكسر على تراب شبوة مشاريع الحوثي ومشاريع الانتفال التي حاول أن يقودها المجلس الانتقالي. شهدنا معركة مثلا في عدن وفي أبين كما في الضالع، شهدنا انتصار للمجلس الانتقالي لأن كانت المعركة بعيدة عن توصيف حقيقي من قبل الحكومة الشرعية. لم تكن الإمارات مدانة في تلك المعارك وفي ذلك الوقت، لم تكن الإمارات مدانة رسميا من قبل الرئاسة ومن قبل الحكومة، لكن حينما وصلت إلى شبوة كانت الحكومة الشرعية يعني قضيتها، وقد استطاعت أن توصف الانقلاب الذي تقوده الإمارات. التحمت الحكومة الشرعية السلطات المحلية في شبوة وأنتجت في نهاية أغسطس الماضي الانتصار الذي تكلل بهزيمة النخبة الشبوانية وانتصار مشروع الانتصال وعودته القعقرة إلى عدن. برأيك سيد الهدياني، هل هناك تهديدات الآن تقف بين استقرار شبوة و يعني ما الذي يمكن أن يشكل خطرا لعودة الصراع إلى محافظة شبوة؟ طبعا هناك جملة من التحديات لا زالت اليوم يعني شبوة تواجهها،
أهمها أن الإمارات التي هي أساس العبث والمشكلات التي تعصف بالمحافظات المحررة لا زالت متواجدة اليوم في شبوة، ولا زالت تتمركز في بلحاف وفي معسكر آخر يسمى معسكر العلم. بالتالي ما دامت الإمارات موجودة فالخطر لا يزال يحيط بمحافظة شبوة. كذلك المحاولات التي تجري عبر التحشيد اليوم في أبين لمحاولة يعني اختراق شبوة، هناك خلايا نائمة وهناك دعم يجري من قبل الإمارات ومن قبل المجلس الانتقالي لضرب أمن شبوة ولإحداث عمليات اغتيال، وهناك جماعات يجري تجنيدها في مناطق مختلفة من شبوة. إذن اليوم المخاطر لا زالت موجودة، ولكن كيف نسيج شبوة من هذه الاختراقات وبمزيد من دعم السلطات المحلية هناك، تعزيز القوات الحكومية هناك، أن تقف المملكة العربية السعودية كما رأيناها اليوم تساند المحافظ محمد صالح بن عدي عبر ممثلها قائد التحالف في شبوة الذي حضر اليوم الذي أقيم في عتق احتفاء بالذكرى الثانية لتحرير ريحان وعسيلان والعين. طيب برأيك في هذا السياق، يعني في سياق المعركة بداخل اليمن وكذا في سياق الحديث عن التوازنات فيها، إلى أي مدى تحظى السلطة في شبوة بدعم وتأييد قراراتها من مؤسسة الرئاسة؟ نعم، يعني ما نلاحظه حتى اليوم أن هناك انسجام وهناك يعني روح موحدة بين السلطات المحلية وبين الرئاسة. حتى اليوم هناك دعم يعني ملحوظ من قبل الرئاسة، من قبل الحكومة الشرعية، دعم لجهود المحافظ محمد صالح بن عدي وهو يقود معركة التحرير ومعركة التنمية في شبوة. شبوة اليوم تمثل كما ذكرت لك نقطة ضوء وهي تسير نحو النجاح. نجحت في معركة التحرير، نجحت في معركة القضاء على الانقلاب الجديد الذي قام به المجلس الانتقالي، واليوم تقوم معركة التنمية. هناك مشاريع تحدث عنها محافظ المحافظة محمد صالح بن عدي أنها في طور التنفيذ وبعضها يعني سيتم إنشاؤها، وبالتالي مزيد من الدعم لشبوة لأنها تمثل السد المنيع أمام مشروع الانتصار تمدد إلى الشرق. اليوم شبوة تمثل البوابة سليم الشرقي لحضرموت ولشبوة وللمهرة وسقطرة، وهما المساحة الأكبر في اليمن، وفي هذه المساحة تتواجد الثروات، يتواجد النفط، وتتواجد الموانئ، وتستطيع الحكومة الشرعية عبر هذا الإقليم أن تدير الموارد وأن تنطلق نحو تحرير باقي المحافظات سواء في الشمال أو استعادة المحافظات رجعت إلى يد المجلس الانتقالي. تفضل بالبقاء معنا سيد الهدياني، ورحب بمن ينضم إلينا الآن سيد علي الأحمدي أمين عام حركة النهضة الجنوبية. أهلا بك سيد الأحمدي. إذن برأيك ما هي أبرز التهديدات التي تواجه محافظة شبوة؟ السلام عليكم، مساء الخير لك أخي الكريم والأستاذ المشاهدين، حياكم الله. الحقيقة محافظة شبوة لا شك أنها قطعت شوط طيب في تثبيت مؤسسات الدولة وإدارة مختلف مناحي الحياة في المحافظة سواء الخدمية أو الأمنية أو العسكرية. هذه المناحي اختلفنا أو اتفقنا مع قيادة المحافظة، لكن كلها جوانب ملموسة يمكن لأي زائر إلى وأن يتلمسها. أهم منجز يتحقق في شبوة هو الوقوف بقوة مع المشروع الوطني وتصدي لمشاريع الفوضى التي تدار وتحاك في بلادنا مع الأسف الشديد. حين انحرفت البوصلة بدلا من التركيز على العدو الأول
والمشكلة الكبرى التي يعاني منها اليمن. رأينا هناك انحراف نحو مشاريع فوضوية، رأينا أثرها طوال 4 سنوات في مدينة عدن، وكان يراد نقلها إلى محافظة شبوة. كان لمحافظة شبوة شرف التصدي لهذا المشروع وكسر تمدد يد باتجاه باقي المحافظات، والآن غالبية المحافظات المحررة بيد الحكومة الشرعية، و انحصر هذا المشروع الفوضوي في نطاق محدود. شبوة هي جزء من المشهد العام في اليمن، لكن ما نريد ان نركز عليه هو ما تحقق من منجزات، والتي لا تزال مناطق مثل العاصمة المؤقتة عدن محرومة منه، الا وهو الاستقرار وعمل و إعادة بناء مؤسسات الدولة في شبوة. تسير الأمور الإدارية بشكل منتظم، هناك متابعة من المحافظ، من الوكلاء، من باقي الطاقم، هناك تعيينات متجددة، هناك تجديد في المكتب التنفيذي في المحافظة، هناك مدراء ظلوا لعقود من الزمن في المحافظة. من الطبيعي ان يتم انهاء خدمتهم وتجديد البناء في المحافظه من جيل جديد وشباب متعلم حصل على افضل الشهادات، وبعيدا عن الحزبيه والمحزبيه والمناطقيه. الامور في شبوه تحتاج الى تكافس كما حصل في الاشهر الماضيه لتثبيت ما يحاكم شبوه من بلبله واثاره للمشاكل هنا وهناك. نحتاج الى اتفاق خلف المحافظ، خلف القياده بشكل عام في محافظه شبوه، فوق هذا المشروع الفني سواء بحر الغرب على كافه المناطق، تنطلق ايضا مختلف المشاريع المتوقفه مثل شقور النفط التي وشركات النفط التي غادرت، ايضا منشاه بلحاف في 5 سنوات. كل هذه الامور ستقود الى تنميه لا تقتصر على شبوه بل تعم جميعا حاليا. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي السيد الأحمدي. أرحب بمن ينضم إلينا من شبوة الآن، مستشار محافظ شبوة السيد محسن الحاج. أرحب بك سيد الحاج. ما الذي يقال في يعني بعد سنتين من تحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي وكذا مواجهتها للميليشيات المدعومة من الخارج، ما الذي يقال في هذه المناسبة؟ مرحبا بكم وبمشاهديكم وبضيوفكم الكرام. طبعا هذه الذكرى لها عبق خاص في محافظة شبوة وفي عموم الوطن بشكل عام، فقد تحررت شبوة من رجس مدرجس الميليشيات الحوثية التي جثمت على هذه المديريات الثلاث لقرابة 3 سنوات. طبعا مسألة تحرير المحافظة من الميليشياوية وعودة المديريات إلى 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 حضن الدولة وإلى تحت إشراف الدولة، ما في شك أن له يعني له معنى خاص. لا شك أن الدولة هي الحاضن لكل أبناء الشعب، والدولة هي الضامن الحقيقي للنظام والقانون والتنمية وغيرها. أما الميليشيات فهي ميليشيات لا تجلب إلا الدمار، لا تجلب إلا الخوف، لا تجلب إلا دمار الوطن ودمار الأوطان بشكل عام. نعم. تفضل بالبقاء معي السيد الحاج. أعود إليك سيد الهدياني، يعني في سياق الحديث عن الناس هناك في شبوة، برأيك وإن كانت هناك يعني جولة من المواجهات في المدينة في المحافظة في الوقت السابق، لكن إذا ما تحدثنا على الجانب التنموي، ما هي أبرز المطالبات التي يمكن
أو يجب الآن على المحافظة أن تركز عليها في سياق أن الوضع يتجه إلى الاستقرار بشكل أكبر؟ نعم، أقول أن شبوة اليوم هي أيقونة الوطن اليوم، هي البوصلة اليوم، ويعني محل نظر كل الوطنيين الذين يطمحون لليمن الكبير وللاستقرار. اليوم شبوة هي المحافظة الخالصة للدولة التي يحكمها النظام والقانون، ولا يأتينا اليوم من شبوة إلا ما يثلج الصدور. شبوة اليوم بحاجة إلى جملة من المتطلبات، يعني حتى تنطلق وحتى تترسخ فيها الأوضاع. أولا يجب أن يعزز الجانب الأمني في المحافظة. كما ذكرنا هناك جملة من التحديات، هناك جملة من المخططات التي يراد أن يعني أن تخترق أمن شبوة وأن يتم إعادتها إلى الفوضى التي كان يخطط لها. وبالتالي على اليوم السلطات المحلية أن تعزز الجانب الأمني، على اعتبار أن الأمن هو مفتاح التنمية والأخرى، ثم تنطلق إلى أن تقوم بدورها الوطني في كمحافظة يعني نفطية، وأن تصدر النفط والبترول عن طريق ميناء النشيمة كما أعلن المحافظ إلى العالم، وترفد الخزينة العامة التي ستنعكس على كل الوطن. الجانب التنموي أن يبدأ من هذا المفتاح، وهو تصدير النفط والغاز، وأن يتم حل موضوع بلحاس. ما الداعي اليوم لأن تبقى النارات شوكة في خنجر أو خنجر داخل هذه المحافظة التي يجب أن تتحرر من هذا الوباء ومن هذا العبث الذي ثبت خلال أن الإمارات لم تعد في صالح الشعب اليمني، ولم تعد مجال أمن واستقرار ولا مصلحة وطنية. حيثما وجدت الإمارات وجدت القلاقل والعبث والخراب والاغتيالات والحروب. بالتالي بعد تعزيز الجانب الأمني أن ينطلق الجانب التنموي وتصدير النفط والغاز، ثم تنطلق المشاريع التنموية لتعزيز المحافظة شبوة. نعم. التي تستحق ويستحق أبناء أن يعيشوا في أمن واستقرار، وأن يعني ترفد الميزانية والجوانب التنموية فيها. شكرا لك سيد عبد الرقيب الهدياني الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. وقبل العودة إلى السيد علي الأحمدي، أعود إليك سيد الحاجبي، يعني بما تفضل به السيد الهدياني، ما الذي تعده المحافظة لأبنائها خلال الفترة القادمة؟ ما هي أولويات المحافظ الآن بحسب اطلاعك؟ شبوة تعيش أفضل أيامها من حيث التنمية، فقد استغلت موارد عائدات النفط، 20% من عائدات النفط المنتج في محافظة شبوة، والتنمية اليوم تسير على أحسن صورة في محافظة شبوة. فقد هناك تشيد الجسور التي دمرت خلال الحرب، ويشيد المطار استعدادا لافتتاحه، وهناك طرقات وكهرباء، وفي مجال المياه، في مجال التعليم، الصحة، كل هذه منظومة تسير وفق خطة معينة وضعها الأخ المحافظ، ويسير هو وكل الشرفاء من أبناء شبوة نحو تنمية شبوة. هناك مشاريع أخرى وعد بها المحافظ في كثير من المجالات، وما زالت مسيرة التنمية ومسيرة العطاء مستمرة في محافظة شبوة. هناك مسألة الأمن، الجانب الأمني، الجانب التنموي، الجانب الخدمي، كلها منظومة تسير نحو الأفضل بجهود الأخ المحافظ، مسنودا بكل الشرفاء من أبناء محافظة شبوة. شكرا لك سيد محسن الحاج، مستشار محافظ شبوة، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. بالعودة إليك سيد الأحمد، إذن إلى أي مدى برأيك التكوينات الاجتماعية والتركيبة الاجتماعية بشكل عام بداخل شبوة هي على يعني على رؤية واحدة أو متوحدة في سياق المخاطر التي تواجهها؟ أولا أريد أن
ترحم على شهداء جبهة الريحان، هذا الجرح النازف الذي ظل لسنوات يستهلك الكثير من خيرة أبناء شبوة ومن مختلف مناطق اليمن ومن شاركوا في هذه الجبهات. كان هذه الذكرى الثانية لشهداء الريحان ذكرى عزيزة على قلوبنا، ونريد أن نقول أن تلك التضحيات التي ذهب مئات من كثيرة أبناء شبوة فيها لا يمكن أن تترك هباء وتسلم المحافظة للفوضى بعد هذه التضحيات والبطولات. أبناء شبوة مدركين هذا الأمر وأنه لا حل ولا استقرار في محافظة كمحافظة شبوة فيها تنوع اجتماعي قبلي، فيها أيضا تنوع سياسي في كل قبيلة وفي كل أسرة، هناك تجد إخوة وأبناء قبيلة واحدة من شتى التوجهات السياسية. لذلك لا يمكن أن يقبل أبناء شبوة أن يفرض تصوير معين مهما كان يعني رأيه بالقوة أو بالاستقرار بالسلطة. لا من سبق ولا من حتى يحكم الآن، الكل لا يمكن أن يكونون إلا ضمن مسار آخر غير المسار السياسي. هناك مسار سياسي يحق لكل أبناء شبوة أن يخوضوا فيه ويتبنوا ما يشاءون، ولكن بالنسبة للاستقرار داخل المحافظة ومؤسسات الدولة هذا الأمر من تسبب الحق لدينا قيادة المحافظة المثلة والأخ محمد صالح بن نبيل لديه هذا البعد وبعد النظر، حيث نعى بالعمل المؤسسي الإداري في محافظة شبوة عن التحدي السياسي وعن الاستقرار المناطقي القبلي. أبناء شبوة مع الاستقرار مع عودة الدولة لمرضة عملها ويتطلعون إلى تلافي كل السلبيات الموجودة، يشهد أيضا لإدارة المحافظة الحالي أن الأبواب مفتوحة لكل من لديه اقتراح لديه عمل جاد يمكن أن يرتفع بشأن المحافظة. لا توجد أي موانع أو حول، حتى ما نتابع ونرى بس داخل يعني شبوة، لكن ما نرى ما نشوف أن لا يوجد حقوق للتوجه. شكرا لك إذن سيد علي الأحمدي أمين عام حركة النهضة الجنوبية، كنت معنا على الهاتف من الرياض. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.